السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذا الفيديو البنات غادي نقدم لكم هذا الكيك ساهل، والكيك مالح ماشي حلو كيف ما كتلاحظوا الشكل ديالو من الداخل. درت فيه الخضره، اين بغيتو تعرفوا على المقادير ديال هذا الكيك ولا هذا الكاطو خليكم معنا، وما تنساوناش باللايك بطبيعه الحال الا عجبكم الفيديو، وفرجه ممتعه ان شاء الله. على بركة الله غادي ندوزو للمقادير. عندي هنايا 3 ديال الحبات ديال البيض، عندي هنايا شوية ديال القرعة، درت قرعة صغيرة، ودرت واحد مطيشة، ودرت الفلفلة الخضراء، وشحرتهم شوية ديال زيت الزيتون، شوية ديال الابزار، شوية ديال الملحة، ودرت عليهم الزعتر. عندي هنا كيف ما لاحظتوا ما كاملش نصف كاس ديال الزيت، مخلطة ما بين زيت الزيتون والزيت عادية، وعندي نصف كاس ديال الحليب، هاد المطيشة والقرعة والزيتون باش غادي نزوقو الكيك ديالنا. وعندي هاد الفرماج محكوك، وواحد 7 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. هنايا البنات عندي تقريبا شي 2 كيسان ونص ديال الفرينه، ما عبرتهمش ولكن تقريبا بحال هكا. المهم المقادير ساهلين بزاف. وهنايا غادي نضيف شويه ديال السكر، ماشي بزاف. الملحه ما غاديش نزيدها حيت ملي شحرت هذاك البصله، سمحوا لي درت حتى واحد خيزو، درت خيزو، درت القرعه، ودرت الفلفله، ودرت مطيشه، شحرتهم بشويه ديال الزيت، وضفت ليهم البزار والملحه والزعتر. دابا بعد ما خلطت هذا البيض غادي نضيف ليه هذاك ما كملش نصف كاس ديال الزيت، وغادي نضيف نص كاس ديال الحليب. صراحه كيكه في 5 دقائق كتوجد، كنهضر لكم كتوجد، ولكن زعما ماشي الوقت ما دخلش فيها الوقت ديال الطياب، حيت كنعرفوا الكيكه راه كياخذ شويه الوقت في الطياب. وهنايا درت شويه ديال الفرينه، دابا غادي نضيف ليها الخميره ديال الحلوه. ما كنديروش الملحه كيف ما قلت لكم، حيت ملي شحرنا الخضره درنا فيها الملحه، وكاين الفرماج. هنايا كنبقى نضيف فرينه كيف ما قلت لكم، انا ما عبرتهاش ولكن تقريبا 2 كيسان ونص. صح هذا الكيك كيجي زوين بزاف هكذا، يقدر يكون الا ما درتي شي حاجه خفيفه في العشاء وتقدمي مع هذا الكيك، ولا علاش لا حتى الكوتي نقصوا شويه من اللي بغى ينقص، ماشي اللي بغى ينقص شويه من السكر ياخذ زعما هذا الكيك ديال المالح. بغيت نحيد المعلقه، ودرت درت فرينه على هاد الخضره اللي كاينه عندي في الجنب. وهنايا كنضيفوا هذاك هاد الخضره اللي شحرت، يلا شحرتها البنات كيف ما كتلاحظوا راه باقي سخونه. صافي القوام ديالها نقول تقريبا درت كاس ونص ديال الفرينه. المهم نتوما كتلاحظوا كتشوفوا زعما القوام ديالها. دابا غادي نحيد هاد الفوي، وغادي نخلط بلا ماغيز، حيت الا كنت كنخلط كانت هذيك الخضره شويه سخونه والفوي يقدر كاع داك الفرماج يلصق فيه. المهم غادي نخلط غير بهاد لا ماغيز. هنايا البنات عندي هاد المول ديال الكيك، المهم اللي دهنته مزيان بالزبده، ودرت عليها شويه ديال الدقيق. الفران ديالي درته على 170 درجه. اللي بغات تزيد الطون تقدر تزيد، ولكن الصراحه غير بالخضره كيجي زوين بزاف. وهنايا كناخذوا هاد الخضره، المهم هكذا غير باش نزينوها، باش نزينو هاد الكيك ديالنا. وبالنسبه هاد الخضره راه ما شحرتهاش البنات، غير قطعتها رقيقه وصافي. تقدروا تزيدوا سانوج ولا زنجلان ولا، المهم كل واحد يدير داكشي اللي زعما كيعجبو. هنايا غادي ندير هاد الزيتون غير في الجناب، وغادي ندخلها للفران البنات حتى طيب، ونتلاقاو ان شاء الله ملي غادي نخرجها من الفران. هي الكيكه ديالنا بعد ما خرجتها من الفران كيف ما كتلاحظوا راه طابت مزيان،
دابا غادي نخليها تبرد. الكيكه ديالنا راه بردات، انا حسب لي واش كنصور، حتى شفت بديت كنقطع، ما كنصورش، كنقطعو كيف ما كتلاحظوا الشكل ديالها من الداخل كتجي زوينه بزاف. وطابت من الداخل راه ما كتجيش زعما ما كتجيش ناشفه، هذاك الخضرنا فيها الخضره اللي درنا فيها كتخلي هكذا مواله من الداخل. انتما كتلاحظوا تبارك الله الشكل ديالها من الداخل. وكان هاد الكيكينه الاعجاب ديالكم، ما تنساوناش باللايك الا عجبكم الفيديو. هنايا بعد ما قطعتها يا البنات كتجي زوينه بزاف. والسلام عليكم، حتى الفيديو القادم ان شاء الله.